الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد، وتفضل على محمد وآل محمد، وتحنن على محمد وآل محمد، كأفضل ما صليت وباركت وترحمت وتحننت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد وفعال لما تريد. وسلام على جميع الأنبياء والمرسلين. شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، افهم ارحم يرحمك الله، إن بعد مضينا عنك سيأتياك ملكان ويسألك عن ربك وعن نبيك وعن دينك وعن كتابك وعن قبلتك وعن إمامك، فقل لهما بلسان طلق غير منغلق: الله الرحيم الكريم ربي، ومحمد صلى الله عليه وآله نبي، والإسلام ديني، والقرآن كتابي، والكعبة المشرفة قبلتي، والأئمة المعصومين عليهم السلام أئمتي، أولهم علي بن أبي طالب عليه السلام إمامي، والحسن إمامي،